انطلقت الان الجياد في شوطها الثامن على جائزة عبد الله بن حسين بن جريس يرحمه الله من اهالي العمارية واحد الرواد الذين دخلوا الرياض مع الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. هذا الشوط لجياد وفراس الانتاج السعودي عمره 3 سنوات التي كسبت من سباق وحتى 3 سباقات يقام على مسافة 1400 متر. قيمة الجائزة 66,000 ريال وبمشاركة مناظر رقيم الهماش باكم صامد جاسور درة القصيم مقاصد سلمة ملاوي حلاب حكايات وشبل والثاب وأسمر صعب وانطلاقة سريعة للجياد في هذا الشوط. محاولات الآن للتقدم من قبل جاسور من الداخل في هذه الأثناء وأيضا محاولات لرقيم من الخارج بالإضافة إلى تقدم مناظر والهماش بمتقاربين. ومع دخول الآن الجياد إلى المنعطف الأخير التنافس يشتد وشاهد دخول جماعي للجياد تقريبا في هذه اللحظات ورقيم يحاول أن يتقدم ويتصدر في هذه الأثناء مع منافسة مقاصد من الخارج وأيضا مناظر من الداخل لرقيم المتصدر. رقيم الآن في صدارة هذا الشوط في المركز الأول. محاولات من بقية الجياد ورقيم متمسك بالصدارة حتى خط النهاية. ألف مبروك إذن ابن الفحل ميديشيان والأم والد.